قرابة 5000 شاحنة أجنبية تدخل يومياً إلى المملكة. في الربع الأول من هذا العام 2024 دخلت وخرجت من المملكة قرابة 1,000,000 شاحنة، وهو حراك اقتصادي مهم جدا وكبير لنقل البضائع من المنافذ البرية المختلفة. ولكن البعض من هذه الشاحنات للأسف يقوم بعمل مخالفات في أنظمة النقل التي المعتمدة في المملكة، وهي حيث تقوم هذه الشاحنات الأجنبية المخالفة بنقل البضائع بين مدن المملكة، وهو مخالف لأنظمة النقل، حيث يقتصر نقل البضائع داخل المملكة على الناقل السعودي فقط. الهيئة العامة للنقل تقوم بحملات ميدانية كبيرة جدا، وأيضا متابعة كبيرة للأنظمة. آخر ما تم في هذا الشأن هو الإعلان عن الاشتراطات التنظيمية لنقل أو لعمل الشاحنات الأجنبية في المملكة، وكان من ضمن هذه الاشتراطات اقتصار النقل الداخلي، نقل البضائع داخليا على الناقل السعودي. ما أود أن أقوله بشفافية كبيرة جدا في ظهورنا أن هناك البعض من التجار وأصحاب المكاتب وأصحاب مكاتب الشحن والمصانع وغيرها يقومون للأسف بالتعاقد مع سائقي الشاحنات الأجنبية لنقل بضائعهم بين مدن المملكة، وهو مخالف للنظام. وزارة التجارة أيضا قبل شهر من الآن ربما أعلنت عن تعميم للتجار بعدم التعاقد مع سائقي الشاحنات الأجنبية في نقل البضائع. كذلك اتحاد الغرف السعودية أكد في أكثر من مرة على الغرف جميعها تعميم بأن يكون هناك عدم التعاقد من قبل التجار مع سائقي الشاحنات الأجنبية المخالفة. ما أود أن أقوله أيضا بإيجاز أن التعامل مع هذه الشاحنات الأجنبية المخالفة له نتائج. أبرز هذه النتائج المترتبة على ذلك أولا الضرر الكبير الذي يقع على الناقل السعودي، وأيضا السائق السعودي الذي يلتزم بالنظام والأنظمة ويعتمد على تنفيذ كافة الأنظمة المختلفة، إضافة إلى تطبيق ما جاء في كود الطرق السعودي. ثانيا أيضا هذه الشاحنات حقيقة لا تلتزم بالأنظمة المرورية، ما يؤثر على السلامة المرورية، إضافة إلى ذلك بأن قطاع النقل من القطاعات المهمة جدا، هؤلاء يؤثرون بشكل واضح على قطاع النقل، إضافة إلى ذلك بأنهم يؤثرون على البنية التحتية للمملكة لأنهم يحملون أوزانا زائدة ولا يلتزمون بالأنظمة. بالأرقام، هناك أرقام تشير إلى أن هذه الشاحنات الأجنبية تستحوذ على نحو قرابة 50% من قطاع نقل البضائع داخليا، وهذا الرقم للأسف بأنني أقوله في هذه اللحظة. إضافة إلى ذلك بأن أحد الحملات التي قامت بها الهيئة العامة للنقل رصدت 300 شاحنة مخالفة لأنظمة النقل، شاحنة أجنبية مخالفة لأنظمة النقل بالمملكة، ما يدل على وجودها. نقف في هذه النقطة، وكما نلاحظ الآن خلفي مجموعة من الشاحنات الأجنبية التي تأتي إلى المملكة. هذه الشاحنات من المفترض أن تقوم بإنزال حمولتها في المكان المخصص وتعود إلى الدولة التي أتت إليها. هؤلاء حقيقة ينتظرون هنا، ينتظرون أصحاب المكاتب، الوسطاء، وسطاء الشحن، من أجل أن يقوموا بالتعاقد معهم لنقل البضائع داخليا وهو مخالف للأنظمة. يجلسون في هذه الأماكن بالقرب من الأحياء السكنية على الشوارع العامة، أيضا يسببون التشوه البصري وغيرها. أعتقد بأنني في ختام هذه الفقرة رسالة أولا لبعض التجار وأصحاب المكاتب ووسطاء الشحن بأن لا يتعاملوا مع هذه الشاحنات المخالفة للنظام، وأن يكون هناك أيضا تشديدا من قبل الهيئة العامة للنقل على هؤلاء في عدم التعاقد مع الشاحنات المخالفة. إضافة إلى ذلك أن بعض سائقي الشاحنات السعوديين أشاروا إلى اقتراح أن تقلص مدة التأشيرة التي تمنح لسائقي الشاحنات الأجنبية من 90 يوما إلى 7 أيام إلى 10 أيام كحد أقصى، بحيث يقوم بإيصال حمولته إلى المدينة التي جاء إليها ويعود من ثم إلى دولته. والأهم من ذلك أن يكون هناك حس وطني لدى
التجار وبعض التجار وبعض أصحاب المكاتب في عدم مخالفة النظام والالتزام بقوانين وأنظمة النقل في المملكة. نعم، إذن شكرا للزميل محمد الحمادي من الدمام.